هشام الإخبارية. سيد مازن، الثوار الجيش الحر يعلن السيطرة على حي الحجر الأسود، ماذا في التفاصيل؟ نعم، معارك طاحنة تجري الآن بين الجيش الحر وكتائب الأسد في معظم مناطق دمشق الجنوبية، وتركزت معارك على أطراف أحياء مخيم الأسود وفي شارع الثلاثين، والآن يجري يعني قصف الدبابات والطائرات الثقيلة على الحجر الأسود ومخيم اليرموك، كما دارت اشتباكات في حي السجدين، كما استهدف أيضا الجيش الحر يعني عددا من مقرات كتائب الأسد دمشق، وتم تحرير المقر الخاصة وهو المبنى الرئيسي لقوات أحمد جبرير في مخيم اليرموك، واستشهد هذه الليلة العقيد في الجبهة الشعبية خالد خليل شحنين الاشتراكات مع كتائب الأسد في مخيم اليرموك. بالنسبة يعني لما يحصل في حجر الأسود، يعني لم يتم الإعلام بعد عن تحرير حي الحجر الأسود، لكن لا زالت الاشتراكات متواصلة على مداخل الحي مع قصف عنيف برازمات الصواريخ وقذائف الهاون من قبل كتائب الأسد على الحي، مع وصول تعزيزات إلى حي الحجر الأسود منذ قليل. في الريف الدمشقي يعني هذه الليله دارت ايضا اشتباكات بين الجيش الحر. اذا كما تقول لم تتم السيطره بالكامل على حي الحجر، ولكن اين تكمن اهميه هذا الحي بالنسبه للثوار؟ هذا الحي وحي اليرموك كما ذكرت لك هو المدخل الرئيسي للحرب في دمشق، والحمد لله يعني امس تم تحرير مخيم اليرموك، والان يعني الجيش الحر يقوم بتنظيف الحجر الاسود من كتائب الاسد حي الخليل، والحمد لله يعني سوف يقوم الجيش الحر بتحرير هذا الحي بالكامل. اذا من دمشق مازن الشامي عضو شبكه شام الاخباريه، شكرا جزيلا لك.